وللمزيد من تطورات الأوضاع على أرض الواقع تنضم إلينا من رفح الفلسطينية منى عوكة المراسلة القاهرة الإخبارية. أهلا بك منى، وضعينا في تطورات الوضع حتى هذه اللحظة. نعم، يعني تطورات الوضع الآن هو المزيد من الاستهدافات الإسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة. أخذ هذه الاستهدافات طال عدة منازل في منطقة دير البلح تحديدا وسط قطاع غزة. هذه المنطقة أيضا تعرضت لغارات عنيفة وأحزمة نارية خلال الساعات أو الساعة الأخيرة، هذا بالإضافة إلى استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء قنابل ضوئية في عدد من المناطق في خان يونس، في أيضا دير البلح وفي شمال قطاع غزة. هذا إلى جانب عدد من الاستهدافات في هذه الأثناء. هناك يعني أنباء تتوالى عن استهداف لمنزل مليء بالسكان في منطقة جباليا تحديدا بالقرب ما يعرف بما يعرف من مفترق أبو قمر. أيضا خلال الساعة الماضية كان هناك استهدافات شديدة العنف في مناطق وسط مدينة خان يونس، في مناطق شرق أيضا خان يونس تم استهداف عدد من المنازل، أحزمة نارية في كل المناطق التي ذكرتها وبما فيها عمليا يعني وسط التجمعات السكانية. خلال الساعات الأخيرة كان هناك تكثيف في الضربات والغارات الجوية، وهذا الأمر ربما يستمر منذ صباح يوم أمس، ولكن نعيد ونؤكد بأن اللافت الآن والجديد هو تركيز هذه الضربات على مناطق أيضا جنوب قطاع غزة، وعمد الاحتلال الإسرائيلي على استهداف مربعات سكنية كاملة وتجمعات سكنية كما حدث اليوم في استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة أبراج حمد. هذه المنطقة التي كانت تأوي الكثير من عائلات النازحين التي يعني لم تكن لديها أي منازل. أين تتواجد بالضبط هذه المنطقة التي تم قصفها من الاحتلال الإسرائيلي في جنوب القطاع منى؟ نعم، يعني هذه المساكن يعني هي موجوده في وسط مدينه خان يونس، ونحن نعلم عندما نتحدث عن وسط مدينه خان يونس وهي ربما المحافظه الاكثر كثافه سكانيه في مناطق الجنوب والتي معظم سكان قطاع غزه لجأوا اليها عمليا، هي تمتاز بكون منازلها قريبه من بعضها البعض، يوجد بها معسكر، وهذه العمارات التي تم استهدافها اليوم هي قريبة من المعسكر. كل عمارة تتكون من عدة طوابق وهي مليئة بالسكان. عمليا منذ أمس الاحتلال الإسرائيلي كان قد أكد بأنه سوف يوجه ضرباته في منطقة خان يونس، وبأن هذه المنطقة أصبحت منطقة قتال، وبالتالي الآن هناك عمليات محاولة نزوح. لا أتحدث عن عمليات نزوح، هناك محاولة نزوح من قبل البعض والقليل من العائلات التي يعني تحاول البحث لنفسها عن أماكن في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، على الرغم من أنه أيضا منطقة رفح هي منطقة مستهدفة. كانت هناك عدة غارات منذ صباح هذا اليوم طالت منطقة رفح، الأمر الذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 30 شهيد في هذه المنطقة. إذا جميع قطاع غزة ومناطق قطاع غزة هي مستهدفة بطبيعة الحال، لكن أيضا دعني أشير إلى يعني استمرار وتجدد الاشتباكات في مناطق مختلفة وعدد من المحاور بما فيها محاور تتعلق بالمناطق أو تطال المناطق الشرقية لمحافظتي خان يونس ورفح. هذه المناطق التي الآن يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التقدم من خلالها باتجاه داخل بعض المناطق الشرقية كالقرارة وبنسهيلة وعبسان، هذه وخزاعة بطبيعة الحال. هذه أيضا المناطق الشرقية التي كان الاحتلال قد أمر سكانها بضرورة إخلائها بشكل عاجل وتوجه إلى رفح. هذه المناطق الآن تتعرض لأحزمة نارية، تتعرض لاستهدافات مباشرة من قبل طائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية، وعلى ما يبدو بأنها سوف تكون منطقة اجتياح خلال الساعات والأيام المقبلة. الاستهدافات الإسرائيلية أيضا طالت، وربما دعوني يعني أؤكد بأن البوارج الحربية الإسرائيلية أيضا الآن هي تطلق قذائفها تجاه منازل المواطنين من الناحية الغربية تجاه وسط بعض المدن كمدينة دير البلح بالإضافة إلى مدينة خان يونس.
إذا طيب. الاستهدافات الإسرائيلية الآن هي يعني يتم تنفيذها باستخدام جميع الآليات العسكرية، إن كان الطيران الحرب الإسرائيلي أو حتى المدفعية الإسرائيلية الثقيلة أو حتى البوارج الحربية الإسرائيلية. كل هذه الآليات يتم استخدامها، بما في أيضا استخدام القنابل الفسفورية التي الآن توجه ناحية منازل المواطنين في عدد من المناطق في خان يونس ودير البلح وشمال قطاع غزة بشكل مباشر. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كل هذه الآليات تجاه المواطنين الذين يقول بأنهم في مناطق جنوب وادي غزة، يعني هم موجودين في مناطق كان من المفترض بأنها آمنة، ويحاول تبرير ما يقوم به من خلال زعمه بأنه يحذر السكان، وبالتالي يعني يقوم بفعل ما عليه ويحاول التنصل أخلاقيا من أي مسؤولية تجاه هؤلاء السكان المدنيين. إذا منى نتحدث عن بالطبيعة الحال جباليا وبيت لهيا في شمال القطاع يتم قصفها كالمعتاد، لكن أيضا القصف وصل إلى دير البلح في وسط القطاع، ومن ثم أيضا نتحدث عن خان يونس في جنوب القطاع وأيضا رفح الفلسطينية، كل هذه المناطق إذن الشمال والوسط والجنوب يطالهم القصف الإسرائيلي. نعم هذا صحيح، هذا صحيح تماما، والأمر لا يتعلق فقط باستهدافات تجاه أراضي زراعية أو بعض المناطق الخالية، وهذا ربما ما هو أخطر ما في الأمر، بمعنى أن الاحتلال الإسرائيلي يعلم بأنه حتى المناطق التي كان قد وجه تعليمات لسكانها بضرورة الإخلاء، السكان الآن لم يعني معظمهم لم يقوموا بإخلاء منازلهم لأنه لم يجدوا أماكن يذهبوا إليها، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى وقوع عديد من المجازر منذ يوم أمس وحتى الآن. نحن نتحدث عن ما يقارب أكثر من يعني بأكثر من 500 شهيد على أقل تقدير منذ صباح أمس وحتى الآن جراء هذه الاستهدافات التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغم أنه بعد يعني لقاء بلينكن مع نتنياهو وقادة الاحتلال الإسرائيلي كان هناك محاولة للتأكيد على أنه يجب تحييد المدنيين، وبناء عليه قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر الخارطة التي تحدث عن أنها يعني سوف تكون يعني عبارة عن موجه لأهالي قطاع غزة كي يعلموا إلى أين يجب أن يذهبوا، ما هي المناطق الآمنة وما هي طيب المناطق التي. سريعا سؤالي الأخير منى بخصوص هذه الإحداثيات التي تم توزيعها بخصوص الأحياء التي سيقوم جيش الاحتلال بقصفها، كيف يستطيع المواطنون معرفة هذه الإحداثيات في وسط ضعف شبكات الاتصالات التي تتواجد في القطاع؟ يعني عفوا هل يمكن إعادة السؤال؟ أنه كيف يستطيع المواطنون معرفة هذه الإحداثيات، هذه الأحياء التي سيتم قصفها الآن أو غدا أو بعد غد، وهناك ضعف في الاتصالات في قطاع غزة بشكل عام؟ صحيح، هذه إحدى المعضلات بصراحة يعني التي يعاني منها أهل قطاع غزة. أولا عدم وجود القدرة على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، عدم القدرة على الدخول إلى الروابط التي يحاول نشرها الاحتلال الإسرائيلي، عدم القدرة على معرفة أرقام المربعات التي يعني يجب أن يعني أو هم يتقنون فيها. هناك أمر آخر وهو أنه حتى الخرائط بالمناسبة التي نشرت إن كان يوم أمس وتم تعديلها خلال هذا اليوم هي خرائط غير دقيقة، وبالتالي هذا الأمر أحدث إرباكا كبيرا بالنسبة للمواطنين، حيث أنه معظم المواطنين حتى الآن لا يعلمون، حتى من لديه شبكة قدرة على الوصول إلى الإنترنت لم يتمكن من معرفة المنطقة التي يسكن فيها لأنه الخرائط فيها يعني خلل. هذا بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد أكد وما زال يقول بأنه سوف يبلغ السكان بطريقة أو بأخرى بأنه يعني عليهم أن يخلوا هذه المناطق التي ينوي اجتياحها. هو في النهاية يحاول أن يعني يخاطب، وعمليا الأرض الواقع تؤكد بأنه الاحتلال الإسرائيلي لا يخاطب فعليا سكان قطاع غزة، ويحاول توجيه رسائل فقط لكي يتنصل أخلاقيا من نعم يعني المسؤولية تجاه هؤلاء المواطنين، وهو يعلم بأنه لا توجد اتصالات، لا توجد إنترنت، ولا يوجد قدرة على معرفة خطورة هذا الأمر وكيف من الممكن أن يتم التعامل معهم. وبالتالي هي كما أشرت يعني هي محاولة لتسويق فكرة معينة
من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وإلا يعني من ينظر، أي شخص ينظر إلى المربعات التي كان قد أعلن عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يعرف بأنه بعض المناطق من المستحيل معرفة كمية ما هي أرقامها وأين تقع وما إلى ذلك، لأنه الخرائط فعلا لم تكن دقيقة وفيها خلل كبير جدا خلقت يعني بلبلة بين المواطنين الفلسطينيين. جزيل الشكر منى عوكل مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معي من رفح الفلسطينية، شكرا جزيلا.